قبل الإعلان عن نتائج المسابقات، أود بصفتي رئيس لجنة تحكيم عروض المسابقة أن أشكر زملائي في هذه اللجنة الذين بفضل مجهوداتهم، آرائهم وحسن إصغائهم تمت النقاشات والمداولات في جو من المسؤولية والاحترام المتبادل. فشكراً لزملائي، لكل من هشام عبقري، إلهام مليدي، سارة الرقاي، هشام إبراهيمي، سعاد زعتراوي، أسيمة أمر. وباسمي واسم اللجنة نحيي المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة الثقافة من أجل إنجاح هذه الدورة المفصلية لمهرجاننا الوطني. ولا أستطيع ألا أشكر بشكل شخصي سيادة الوزير على تشريفي برئاسة لجنة التحكيم، خصوصاً وأنني ابن مدينة تطوان، ابن الحمامة البيضاء، حيث ولدت وترعرعت وحيث أحببت المسرح الذي يجمعنا الآن. إذن نسيا طنجة تطوان الحسيمة. فقط حرافة كومة. الجائزة الكبرى بعد مناقشات تعود إلى لا فيكتوريا. اليوم في المهرجان الوطني للمسرح في تطوان كنت توج الحمد لله انا والاصدقاء ديالي اللي هم فريمون طرف كبير ودافع كبير في هذا التسويج هذا اللي توجنا كاملين كاحسن اخراج، احسن نص، احسن تشخيص دوكور. فريمون الثقه ديال صحابي الممثلين هي اللي فريمون تكلات اليوم بهذه النتيجه. وبغيت نشكر بصح الاساتذه اللي كونوني في المعهد العالي في المسرحي والتنشيط الثقافي على المجهود اللي داروا معايا. وبغيت نشكر الام ديالي على التشجيع ديالي لانها كانت رفيقه ديالي في طلعه المسار ديالي وشجعتني باش نبلغ لهذه النتيجه. بغيت نقول لهم اي واحد ساند احمد امين سال وثق فيه كشاب مبتدئ مخرج وكاتب شكرا. وكنقول هذه غير البدايه ولحد الان باقي غادي نعطي زيد كسر كسر باش نشرف المسرح المغربي عربيا ودوليا. شكرا بزاف وبزاف الحب وشكرا للمنظمين المهرجان الوطني للمسرح. شكرا.
كيف ما قلت من قبل انا فرحانه بزاف بهذا التتويج لجائزه احسن تشخيص تشخيص اناث المره الثانيه على التوالي. كنشكر لجنه التحكيم وكنشكر اللي فيها اساتذه ديالي اللي قراوني، فهذه الجائزه مضوبله بالنسبه ليا. كنهديها لكل الممثلات المغربيات والممثلين، وهنيئا لنا بهذا المهرجان الوطني اللي هذه السنه بان على واحد الحرفيه عاليه في التنظيم ديالو، وخصنا نكونوا فخورين به ونعتزوا به، وان شاء الله كنتمنى له 100 200 300 سنه. شكرا. حفل اختتامي ديال المهرجان الوطني للمسرح كاز متميز، لا من ناحيه التنظيم لا من ناحيه الماده والفقرات اللي دازوا فيه، وكذلك مثله مثل الحفل الافتتاح اللي داز في مستوى عالي. مهرجان كنعتبروا كلنا حنا مسرحيين بان الدوره 23 دوره ناجحه، دوره متميزه، وهذا اللي كاين، يعني الكل استفاد من هذه التجربه ديال مشاهده عروض مسرحيه، لا من ناحيه ديال بالنسبه للممارسين ولا بالنسبه للجمهور. صديق ديالي امين السهل والفرقه الحائزه للجائزه الكبرى تستحق، وكيستحقوا العمل والمجهود اللي عملوا. انا شخصيا المسرحيه ديال فيكتوريا عجبتني بزاف، ولا من يقدموها اول مره من الرباط ولا هنا. حنا بالنسبه لينا ايضا فرحانين بالجوائز اللي عطاونا، ترشيحات ديال جوج ممثلين في مجال تشخيص ذكور، ترشيحين، ترشيح للاخراج، ترشيح اللي حظيت به انا شخصيا في الاخراج من ناحيه مسرحيه الاكستازيا، وجائزه احسن كوستيم، احسن ملابس، وجائزه احسن ممثله. فالله يجعل شي بركه، يعني ممتاز. حنا فرحانين بالجوائز وهنيئا لكل متوجين. بطبيعه الحال انا فرحان لاخاش هذا ثاني تتويج، يعني السنه الماضيه وهذا العام، ودابا هذا رابع تتويج في المهرجان الوطني للمسرح. هذه انا بالنسبه لي كجائزه نقدر نقولوا مستحقه، ولكن الاجواء هنا اكثر، يعني انا بالنسبه لي الاجواء نتاع المهرجان هذه السنه كانت اجواء جيده للغايه، من حيث التنظيم، من حيث اللوجيستيك، التنظيم التقني والتنظيم يعني الفني. تنحيي الناس القيمين على المهرجان، وشكرا، شكرا لكم. مادام ما حضرتش انت الجائزه؟ مادام ما حضرتش؟ ما حضرتش، عندها ارتباطات مهنيه، ما عندها ما دير، دونك انا جيت باش ناخذ الجائزه في بلاصتها. شكرا شكرا. هو المهرجان جميل جدا، اهم ما فيه هو انك تشوف اعمال جديده، كتشوف التجارب الجديده ديال الشباب، ديال المخرجين، ديال الممثلين، ديال السينوغراف، فهذا جميل جدا. حتى ان المهرجان كيعطي حتى للجمهور واحد الصوره فنيه بان عندنا فرق وعندنا مخرجين وعندنا ممثلين، ونتمنى ان شاء الله المهرجان يبقى من حسن لاحسن هو غادي، باش نوصلوا المهرجانات المسرحيه العالميه. وتحياتي. رانا في حفل الاختتام ديال الدوره 23 ديال المهرجان الوطني للمسرح. بطبيعه الحال هذه مناسبه زوينه بزاف، مهرجان وطني كيدوز كل عام، كيتلاقوا فيه الفرق المسرحيه، كاين تنافس، كاين تبادل تجارب وخبرات بين الفاعلين في المجال الفني والمسرحي بالخصوص، اكاديميين، نقاد، اساتذه، وفاعلين وممارسين، فنانين، مخرجين وما الى ذلك. دونك لقاءات، ندوات، مناقشات نتاع العروض، هادشي كلشي مهم، وخاصه كنعرفوا فين وصل المستوى نتاع المسرح ديالنا في المغرب. وحنا عارفين بانه المسرح المغربي الان في هذه السنوات الاخيره يعني يسجل حضور جد متميز على الصعيد العربي والدولي، وهذا امر يعني يفرحنا جميعا. التمييز ديال هذه السنوات الاخيره راجع للحساسيه الجماليه اللي كل مخرج وكل فرقه كتحاول تبدع من وجهه النظر ديالها، وكاين واحد التنوع كبير على المستوى ديال العروض ولي روجيستر نتاع الخدمه، وايضا تنوع حتى على المستوى اللغوي. وهنا غادي تجي الفرصه باش نشيد بالحضور المتميز ديال المسرح الامازيغي في هذا المهرجان منذ الدوره الاولى هنا في تطوان. الفرقه نتاع تيف سوين اللي انا واحد من المتشرفين بانني المؤلف ديال الاعمال المسرحيه نتاعها مع فرق اخرى، كل سنه احنا حاضرين ناظرين، كل سنه كنساهموا حتى احنا في التنوع الجميل اللي كاين في المسرح المغربي وفي المشهد المسرحي المغربي. دونك الله يفرحنا كاملين، وكل واحد فينا كيستحق تنويه، كيستحق تشجيع، واللي غادي يربحوا نقول لهم مبروك عليكم مسبقا. عز